قال رحمه الله تعالى: الخالق البارئ المصور. أريد أن أنبه على أمر يعني قبل أن ندخل في 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 هذا الموضع الجديد. أرى بعض الأفاضل وفقنا الله وإياهم لكل خير يجعل حظه من الدرس صورة تذكارية، يصور نفسه مع الدرس ثم يمضي، أو يصور صورا من الدرس ويمضي. هذه الصور لا تفيده بل تضره. الذي ينفعه أن يجلس مع طلاب العلم ويستمع، هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولهذا ديانة ونصحا أنصح هؤلاء الذين يمسكون بآلة التصوير ويصورون أن يكفوا عن ذلك، هذا لا خير فيه، لا ينفعهم لا في دنياهم ولا أخراهم. بل أنصحهم أن يجلسوا مع طلاب العلم ويقتربوا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليس. نفسه محتاجة إلى الخير الذي يكون في مجالس العلم، ما ينزل عليها من السكينة والرحمة وحف الملائكة لها وذكر الله لهم في من عنده. أما أن يمر عليها ويأخذ لنفسه صورة في الدرس الفلاني أو عند الشيخ، هذا كله ما ينفعه، هذا كله مضرة عليه، وهو من الحرمان لنفسه من الخير. أقول ذلك نصيحة ومحبة للخير لهؤلاء، بل أنصحه أن يصبر نفسه ويجلس مع إخوانه ويستمع، يلتقط له فائدة ثنتين ثلاث على قدر استطاعته يحملها، إن كان معه قلم يقيد ما تيسر له من الفوائد هذا الذي يبقى وينفعه في الدنيا والآخرة. أما صورة الشيخ أو صورة الطلاب هذا كل ما يفيد، هذا كل ما يفيد، بل هو مضرة، كله مضرة لا منفعة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخالق البارئ المصور، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات. أنا أتألم والله كثيرا، يعني أرى بعضهم أحب لهم الخير يقف يعطي الحلقة ظهره، يعطي الحلقة ظهره ثم يصور ويمشي، والثاني والثالث يصور، ما إيش يستفيد منها؟ هذا كله ضرر ولا فائدة وحرمان لنفسه من الخير. وتعرفون الحديث الذي قال قصة الثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة؟ أما أحدهما فماذا؟ نعم، أما أحدهم فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحي من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فلا يكون حظ الإنسان مجرد صورة على الماشية كذا يأخذها وهو معرض عن العلم وعن الخير وعن الجلوس مع طلاب العلم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.